30 سنة بين مواقد الشواء ومستلزمات عيد الأضحى المبارك داخل هذا المحل المتواضع بولاية سعيدة، عمي بابية أو الرجل الحديدي تجده يتفنن في تليين الحديد ليخرج منه مواقد الشواء ومستلزمات أخرى. الحرفة راني في 30 عام نخدمها، قاع محياة شيباني رانا نخدموا هاد الشوايات هنا، شواية كبيرة والصغيرة والمتوسطة. محيط هذا الرجل أصبح جزءا من حياته، والجزء الباقي ينحصر بين هؤلاء. بمناسبة حلول عيد الأضحى هنا رانا عند بابية، حابين نشرو مجامر فحم. السلام عليكم، رانا هنا نخدمو في الشوايات كاع الأنواع كبيرة صغيرة عند عمي بابية. في الوقت الذي يأبى فيه العديد ممارسة هذه المهنة، تجد العم بابية يمضي أوقات فراغه في مداعبة الآلات الحادة ليصنع منها مواقد ومجامر وتنانير ينتفع بها في مثل هذه المناسبات السعيدة. أما هو فكمثل شمعة تحترق لتنير أعياد الآخرين.